الصناديق الله اعلم اش بوعوا اللي غادي يخرجوا لنا، ولكن كاين شي حزاب، كاين شي حزاب دايرين الدرابل، مخيطين الدرابل، ها مرسوم من هنا مرسوم من هنا مرسوم هنا، تيقلبوا على الاغنياء يرشحهم، ما عندهمش مناضلين، هادو على الدرابل. اما اللي تغربل من العداله وتنميه وطاح بحال شي حبات الزيتون تحت من الشجره، تيتخاطف الزرزور والجاوش وداكشي، عندهم قيمه وتيستقبلوهم وتيرشحوهم، هادو حزاب. هذا هو المشكل ديال الشعب، ما بقاش عنده الثقه في هاد الحزاب. ولا شفتو تطوان قل من 20% ديال المشاركه، هادي هادي هذا فعلا ان الشعب وعى بلي هاد كثير ديال الاحزاب ماشي احزاب حقيقيه، وما يمكنش غدا تكون عندها القدره ان دير التعديل، انها دير فعلا التعديلات اللازمه والاصلاحات اللازمه. وتنظن كذلك هذا التغيير ديال القانون الانتخابات ديال القاسم، يعني غتكون عندك 10 الاحزاب في الحكومه كي غادي يتفق بيناتها، الجماعات المحليه حدت ولا حرج. اذا غادي ندخلوا واحد المرحله صعبه جدا في تدبير الشان العام والتدبير المحلي، ولكن هادو اللي صوتوا كيتحملوا مسؤوليه امام المواطنين، امام المغاربه، انهم خربقوا الديمقراطية في البلاد. والمواطن في شحال من بلاصه تنمشي غير ضحكت الناس، تيقول لك واش كاين شي فلوس، ولات هاد الحمل مناسبه الانتخابات ولات ديال توزيع الفلوس، وتنقول لهم الا توزعوا الفلوس راه كل سبب سبب العداله والتنميه، باش يوقفوا طريق العداله والتنميه. اذا العداله هادي يستافدوا راه بسبب وجود العداله والتنميه، كل ما كانش العداله والتنميه كاع ما يفرقوا هاد الفلوس. وهذا غطلب لي الراي الخاص ديالي، اما المجلس الوطني الراي الخاص ما ندخلش، الراي الخاص هو هذا. ما يمكنش نزكي شخصيا، انا ما يمكنش نزكي ما شاهدناه في هذه الحمله وفي تغيير القوانين وغيره، نجي نزكي هذا ما يسمى بالاصلاحات، نجي نزكي المال. الراي ديالي سادافع عن عدم المشاركه اذا انا قلت لك الشعب معنا، ما عرفاش منبعو غادي يخرج من الصناديق. انا ما عارف حتى حاجه، تنستعد انا النتائج غادي نشوفها، وذاك الوقت العدالة والتنمية تتصدر انتخابات، إلا ما تصدراتهاش أنا عارف الأسباب. أنا ماشي مفاجأة لي، ما غاديش تكون مفاجأة، ولكن باقي عندنا طموح. ولا ما كان شيء راه حنا عارفين الأسباب، والمناضلين ديالنا خدموا، والمتعاطفين خدموا، والناس قد رشحنا المناضلين ديالنا واللي كانوا تيديروا الحملة ديالنا. وشوفوا اللي تيدير الحملة لهم، شوفوا اللي رشحوا، ما عندهمش مناضلين، ما عندهمش اللي يوزع الاوراق، تيجمعوا الدراري تيجمع لك 100 درهم 50 درهم باش يوزعوا الاوراق، وتيرميهم وتيشتتهم وتيقولوا لنا حنا خدامين، ولكن غنصوتوا على العداله والتنميه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.